عزيزتي إسرائيل، أنت لست وحدك، نحن الهنود نقف بقوة معك. هذا مثال من سيل من المنشورات الهندية على مواقع التواصل جاء تزامناً مع العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس المحتلة. تغريدات من زعماء بارزين في الحزب الهندي الحاكم تدعم إسرائيل، وصور أطفال وأعلام الهند إلى جانب إسرائيل. فما سر هذا التقارب الحكومي؟ وكيف تحولت الهند من مساندة القضية الفلسطينية إلى الطرف النقيض؟ لنعود إلى الوراء قليلاً. منذ استقلالها عن بريطانيا، جعلت الهند من نفسها دولة مكرسة لإنهاء الاستعمار والدفاع عن قضايا الشعوب المحتلة، بما في ذلك القضية الفلسطينية. كان الفلسطينيون يعتبرون الهند من أهم الدول الحليفة والداعمة في المحافل الدولية. فالهند كانت من الدول غير العربية التي صوتت ضد خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين، وهي الخطة التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل. اعترفت الهند بمنظمة التحرير الفلسطينية وقررت فتح مقر لها، وكانت من أولى الدول غير العربية التي اعترفت بوثيقة الاستقلال الفلسطينية عام 1988، بدءاً من أول رئيس للوزراء في الهند جواهر لال نهرو، ومن بعده ابنته إنديرا غاندي التي حكمت 4 فترات. التزمت حكومة الهند بسياسات مقاربة للسياسات العربية تجاه القضية الفلسطينية، ورفضت التطبيع مع إسرائيل. وعلى صوت اليسار الهندي المؤمن بتبعية المشروع الصهيوني للغرب، إضافة إلى رغبة الحكومة الهندية في تعزيز شعبيتها بين أوساط الأقلية المسلمة التي تمثل 5 السكان من خلال ورقة التعاطف مع فلسطين. لكن حدث شيء جديد عام 1977، وصلت حكومة جديدة إلى السلطة في الهند تزامناً مع اختراق كبير في العلاقات العربية الإسرائيلية بعد زيارة الرئيس المصري أنور السادات للكنيسة الإسرائيلي وإلقاء خطاب هناك. هذا التحول العربي الكبير مع عوامل أخرى دفع الهند إلى فتح بوابة للحديث مع الإسرائيليين، وانتهى ذلك بإقامة علاقات دبلوماسية بينهما عام 1992. وصول حزب بهارتيا جناتا إلى السلطة للمرة الأولى في الهند عام 1999 عمق العلاقات بين الهند وإسرائيل. فالحزب ذو الخلفية الهندوسية القومية يؤمن بأن الهندوس هم أبناء الهند الحقيقيون، ويعتبر غيرهم من المسلمين أو المسيحيين خطراً على أمن وهوية البلاد. السلاح والتجارة كانا عنوان هذه العلاقة. لكن في عام 2015 امتنعت الهند عن التصويت، ولأول مرة في تاريخها، على مشروع قرار أممي يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014. كان هذا مؤشراً على شكل العلاقة الجديدة بين البلدين، وتحديداً بين رئيس الوزراء الهندي الحالي مودي ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نتنياهو. أصبح مودي أول رئيس للوزراء في الهند يزور إسرائيل. تلت ذلك زيارة مشابهة لنتنياهو إلى الهند عام 2018. هذه الزيارات تكللت بافتتاح خط طيران مباشر بين الهند وتل أبيب، وشراء الهند مزيداً من الأسلحة من إسرائيل. الآن تعد الهند ثالث أكبر شريك تجاري أسيوي لإسرائيل منذ عام 2014، وارتفع حجم التجارة بينهما من 200 مليون دولار عام 1992 إلى 5 مليارات دولار. لكن الأهم من ذلك هو حجم الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الهند. فمع الحظر المؤقت الذي فرضته الولايات المتحدة على التعاون العسكري مع الهند بسبب تجاربها النووية العسكرية، وجدت الهند اليد الإسرائيلية ممدودة إليها، خاصة في صراعها المستمر مع باكستان، حيث تنظر إسرائيل بعين غاضبة إلى الدولة النووية ذات الغالبية المسلمة، والتي لا تربطها بإسرائيل أي علاقات دبلوماسية. عام 2019 قصفت 5 طائرات هندية مواقع داخل باكستان. تشف لاحقاً أنها أطلقت صواريخ إسرائيلية يزن كل منها 1000 كيلوغرام. الآن تعد الهند أكبر مشتر للمعدات العسكرية الإسرائيلية، وأسهمت إسرائيل بشكل كبير في تحديث ترسانة الجيش الهندي، إذ شكلت الصادرات الإسرائيلية العسكرية إلى الهند أكثر من 7% من واردات الأسلحة إلى الهند
بين عامي 2012 و2016. الدعم العسكري الإسرائيلي للهند يشمل طائرات مسيرة وأدوات رؤية ليلية وجدران إلكترونية للمراقبة وصواريخ ومضادات أرضية ومنظومات دفاع جوي. لكن لحظة، ماذا عن دوافع هذا التعاون الواسع؟ كثيرون يرون توافقاً فكرياً بين نتنياهو ومودي أدى إلى هذه الكيمياء المميزة. فهذا بنيامين نتنياهو، يهودي صهيوني ترأس مراراً الحكومة التي تؤمن بإسرائيل وطناً قومياً لليهود فقط، وتسعى لذلك بكل ما أوتيت من قوة عسكرية ودعم سياسي وتوسع استيطاني، آخر ذلك ما عرف بخطة ضم الضفة الغربية، ومؤخراً محاولة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في أحياء الشيخ جراح وبلدة سلوان وغيرهما، وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم. وهذا صديق نتنياهو الهندي ناريندرا مودي، الذي يرى كثيرون أنه ليس مختلفاً جداً عنه. هندوسي قومي ينتمي إلى حزب يميني يؤمن بأن الهند وطن قومي للهندوس، ويسعى لهيمنة كاملة على إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان. خاضت الدولتان 3 حروب بينهما بسبب هذه المنطقة، لكن في 5 أغسطس/آب عام 2019 ألغت الهند وضع الحكم الذاتي للإقليم، ونشرت أعداداً كبيرة من قوات الأمن، وشنت حملة اعتقالات، وفرضت حظر التجول، وعطلت الدراسة، وقطعت الإنترنت، وعزلت الإقليم عن العالم. ثم شرعت في سياسة تغيير ديموغرافي وصفت بالتطهير العرقي للإقليم، الذي يمثل المسلمون فيه نحو 69% من السكان. السلطات الهندية بررت هذه الخطوة بأنها لمكافحة الإرهاب والتطرف والنزعة الانفصالية بالإقليم. العلاقة الخاصة بين تل أبيب ونيو دلهي لخصها نتنياهو في زيارته عام 2018 عندما قال: Our way of life is being challenged. Most notably, the quest for modernity, the quest for innovation is being challenged by radical Islam and its terrorist offshoots from a variety of corners, and this can upset the international system. I think that one of the ways to overcome such a challenge is to strengthen the relationship between our two great democracies. تلك خلاصة مهمة لشكل الكيمياء في العلاقة بين مودي ونتنياهو. قومي هندوسي وقومي يهودي يؤمنان بدولة تحكمها قومية دينية بعينها، يتباهيان بديمقراطية استثنائية وحرب مشتركة ضد ما يسميانه بالإرهاب، لكنهما في الواقع يتبنيان نهجاً متشابهاً في التغييرات الديمغرافية والقمع والاضطهاد، سعياً لإقامة الدولة التي يحلمان بها. فهل تبقى أواصر العلاقة بين الهند وإسرائيل على حالها بعد رحيل نتنياهو؟ أم أن لدى مودي توافقاً فكرياً مع إسرائيل كلها وليس مع نتنياهو فقط؟ أخبرونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.